اللي احنا يعني قدمنا مباراة جيدة مع فريق متميز بيمتاز يعني بنيانه والتحاماته قوية، وفريق ارتفع مستوى غير السنة اللي فاتت، فالفريق كان منافس جيد يمكن في المراكز الأولى في المركز الخامس، فإن احنا نفوز على الزمالك وبعدين نفوز على الجونة وهم فوقينا في المراكز الخامس والسادس، ده بيدل إن الفرقة اتطورت مع كابتن أيمن كمال وتحسنت. احنا كان عندنا دروب مع 2003 وفي مراكز متأخرة، الحمد لله يعني القطاع والمشرفين والمسؤولين كلهم دعموا الفريق. المباراة النهاردة يعني اعتمدنا بشكل متميز على المهارات الفردية سواء الساعي أو عمرو، ويوم الساعي وعمرو سعيد ما بيبقوا كويسين الفرقة بتأدي. حسن صابر مقدم مباراة على أعلى مستوى، عمرو سعيد الساعي يعني، لأن احنا يهمنا دعم الفريق الأول في الجانب الهجومي، فالحمد لله يعني الثلاثة دول فرقوا معانا في الناحية الهجومية. وصلنا مرات كتيرة وضيعنا، جايبين هدفين طبعا من ضربات جزاء، ثلاث اهداف، لكن يا ريت نتعلم بقى من الهدف اللي جينا ضرب الجزاء شدنا جامد وفي الاخر، ولما خرج عمرو الساعي وخرج عمرو سعيد لانهم لعبوا مع فريق 2001 اول امبارح يمكن ما وصلناش شويه، وصلنا بكره واحده، فالحمد لله يعني الفريق تطور وان شاء الله يتطور احسن واحسن، ونقدر نعلى كمان مركزين ونثبت ان احنا قادمين يعني فريق 2003 تحسن، والدعم وده هديه للمسؤولين فيه خاصه كابتن ايمن كمال. الحمد لله على المكسب، الحمد لله المكسب كويس، بس كنا عايزين نعمل السكور، الحكم بس هو جه علينا من اول دقيقه في الماتش، من اول دقيقه حكم غريب، مش احنا بس اللي بنشتكي منه، مش الاسماعيلي كمان، الناس بتوع الجون، حكم غريب طرد مننا عبد الله واحنا كسبانين، كهرب الدنيا كلها، اداهم ضربه جزاء في الاخر خلوهم يرجعوا في الماتش، بس الحمد لله انا عندي لعيبه رجاله عارفه يعني ايه قيمه تيشيرت النادي الاسماعيلي، فدي الحمد لله هي دي كانت مطمناني شويه. احنا كنا عايزين نعمل نتيجه احسن اكتر من كده، يعني نجيب جوان اكتر من كده فتفرق معانا، بس الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. انا بشكر الرجاله على تعبهم، بيلعبوا من الشوط الاول، الشوط الثاني في اول خمس دقائق طرد عبد الله حسن، بيلعبوا رجاله لغايه لما الماتش خلص الحمد لله، وربنا كرمنا الحمد لله. عندنا 18 بونت، كنا محتاجين المكسب ده قوي، هيرفعنا مركز كويس في الجدول، وان شاء الله الفتره اللي جايه التوقف اللي جاي ده هنعالج فيه شويه حاجات للعيبه، واحنا بنتمنى ان شاء الله احنا خلاص الفتره اللي جايه الماتشات كلها نلعب على كورس، ماتش كاس عايزين نخش في المربع، وان شاء الله باذن الله، باذن الله وربنا كرمنا الفتره الجايه ممكن نلعب على طول ان شاء الله باذن الله.